بعض الناس عند بداية الصلاة يقول نويت أن أصلي كذا وكذا فرضا علي لله العظيم، ما حكم هذا القول بارك الله فيكم؟ أولا قوله عبد الموجود، هذه التسمية غير صحيحة وليس من أسماء الله عز وجل الموجود، وأسماء الله عز وجل توقيفية بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، بين شيئا منها، وله أسماء استأثر سبحانه وتعالى بعلمها وليس منها الموجود. كلمة الموجود هذه ليست من أسماء الله عز وجل، فلا يجوز التسمي بذلك، تسمية الأولاد بذلك، أن يتنبه لهذا. وأما ما سأل عنه من أن بعض المصلين يتلفظ بالنية قبل الصلاة ويقول نويت أن أصلي كذا وأصلي كذا، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وخلفائه الراشدين ولا عن القرون المفضلة ولا عن الأئمة المعتبرين أنهم كانوا يقولون في بداية الصلاة أو غيرها من العبادات نويت كذا وكذا، وإنما ينوون بقلوبهم، والله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، والنية محلها القلب وليس محلها اللسان. الله جل وعلا يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فهذا من البدع التي لا يجوز عملها والاستمرار عليها، بل على المسلم أن ينوي بقلبه ويقصد بقلبه أداء العبادة التي شرعها الله بدون أن يتلفظ في ذلك، لأن التلفظ بالنية من البدع المحدثة. وما نسب إلى الشافعي رحمه الله من أنه يرى هذا، هذا لم يثبت عن الشافعي، وإنما الذي ثبت عنه أنه قال الصلاة ليست كغيرها، الصلاة تبدأ بالذكر، ويريد بذلك تكبيرة الإحرام، ليس معناه أنه أنها تبدأ بالتلفظ بالنية، هذا لم يريده الشافعي رحمه الله. نعم بارك الله فيكم.